عليكم متتبع قناة أم حسام الأمل المتنوعة. كديرين لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. بالنسبة للفيديو إن شاء الله هو يا رندا بالقرميطة، الجوزة بالقرميطة، إن شاء الله يا رب تعجبكم. بالنسبة للناس الأول مرة كيشوفوا القناة، ما تبخلوش عليكم الاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة القناة مع الأهل والأصدقاء. وبالنسبه للمتتبعين ديالي الاوفياء، كنشكركم دائما على تواجدكم معايا وعلى التعليق ديالكم اللي كتحفزني باش نزيد القدام. ويعني فضلا وليس امرا، نتمنى من الله تعاونوني في يعني باش لي فيديو يحصلوا على واحد نسبه مشاهده اللي كبيره. نتمنى من الله كل من شاف الفيديو يشاركوا مع الاهل والاصدقاء ديالو، يعني ما تخسروا حتى شي حاجه انكم تشاركوا الفيديو باش تكون الاستفاده لذاك الشخص اللي غادي ترسلوا له وتكون حتى الافاده لي انا. المهم باش ما نطولش عليكم غادي نبداو الفيديو ديالنا كيف العاده. الا اللي حليتو من هنا راه غادي نخدموا على حسب اللي بغيتو. انا نحتاج ربعة الغرز باش نبدا في الخدمه ديالي. غادا نجي هنا نضرب في الوسط بحال هكا بحال هكا، غادا نجي نضرب هنا نضرب انا باش نحتاج ربعة الغرز خصني نضرب لين بعدا كنظن باش يجوني ربعة الغرز باش يجيني العدد كيف بغيت. غادا نجي نضرب هنا الثوب الفوق ماشي من حدايا، من الفوق. شوف واش غتخرج لي العدد ديال 4. نجي نضرب هنا في الثوب لتحت. دائما كنبداو لكن حنا السطوق مسدود كنبداو من الوسط. نتمنى من الله انها تجيني كيف بغيت. صافي مزيان، انا محتاجه 4 الغرز باش نبدا. نجي نضرب هنا في الثوب. دابا غنضرب وحده ها هي، ونقز الثانيه والثالثه وغنضرب هنا في الرابعه بحال هكا. نجي هنا نضرب في الثوب ورجع نعمر هنا ثلاثه، واحد جوج ثلاثه. نجي نقز وحده كيف العاده. كيمكن لكم ديروا الكورميطه ديال واحد ولا يمكن لكم ديروا ديال يعني هاد الطريقه هادي اللي درت معكم انا، يعني تنقزوا جوج وترجعوا ثلاثه ولا تنقزوا وحده وترجعوا بجوج. دابا غنعمر نمشي نفس العدد اللي انايا العدد اللي انا محتاجه نطلع به بزاف ولا شويه. نحاول ندير غير واحد ثلاثة طلعات عادة فاش نحل الجوانب الاخرين. بحال هكا نجي نضرب هنا في الجنب ناخذ الغرزة اللي بغيت. كنظن انه هاد العدد كافي ديال ثلاثة. صافي دابا باش غادا نرجع غنعمر هاديك الوسط اللي انايا درتو ديال الكورميط. واحد شد هاتو من هنايا مزيان، جيت هنا نجي دابا نعمر هنا ديال الكورميطة عندي عادي. عمرها ثلاثة ضربات ونرجع هنايا عادي
عادي. دابا انا كمل لي الخيط، ندير خيط جديد نجي ندير خيط جديد دابا زدت غرزة، ها هو واحد جوج الثالثة إلى شفتو هاتي نوريكم دابا ملي عمرنا غيبقى عندي نفس يعني غيولي بحالي عندي ربعة، ها واحد اللي زدت هنا، ها جوج اللي غنقص وغنضرب هنا في هاد الغرزة هادي اللي في الكورميطة اللي عندي، نجي نقص هادي ضروري عادي باش نعمر، ونجي نخلي واحد جوج نقص نضرب هنا نضرب في الاخرى اللي مقابله معاها، نضرب بحال هذه في هذه يعني هنا ها هي باش تجيني، ونخلي واحد جوج ونضرب في هذه الاخرى بحال هكا، ونجي نضرب هنا ونعمر عادي، نعمر هنا ثلاثة الغرز واحد جوج ثلاثة، يعني نجي ثاني نعمر هنا ثلاثة الغرز عندي، نجي عاوتاني هنا نعمر ثلاثة الغرز، نضرب هنا نضرب في الثوب، نرجع نزيد وحدة عادي نعمر هاد الضربات اللي عندي، نرجع عاوتاني هنا عادي كيف ما الكوزه ديالنا هنا، انا الا كنت بغيت نديرها كلها مشبكه غدا نعمر حتى في هاد الثلاثه اللي انا درت، الا بغيتوها غير لاتخاص بالكورميطه حنا غنديروا لاتخاص بالكورميطه، والا عجبتك ولا بغيتوها حتى مشبكه ان شاء الله نديرها معكم من بعد، الافضل انني نديرها خاويه من الوسط ونزوقوها، نمشي دابا هاد الصف الاخر ومني غدا نرجع نعمر، نعمر غير في جوج، نعمر هنا ونعمر هنا، ما نعمرش الوسط لانني انا باغاها خاويه من الوسط، هذا فعندي تكون جوزه ان شاء الله، مازال غندير معكم الجوزه باللوايه دابا كمل لي الخيط، خشي هنا في الثوب دير خيط جديد،
نرجع ادي هنا وحده جوج ثلاثه نضرب حتى هنايا باش نعمر باش ما تجينيش بعيده. واحد جوج ثلاثه نضرب هنا وحده نضرب هنا لانني انا ما بغاش نعمر هاد البلاصه هادي باغا الجوزه خاويه من الوسط. نعمر هادي هادي باش نضرب واحد جوج ثلاثه شو انا دابا غادي بنفس المقص زيد انا غير هاد الصف اللي فيه ثلاثه ونجمع الجوزه باش ما نطولش في الفيديو اكثر. و يعني نتوما غادي كساس غادي الا بغيتوها كبيره غادي نزيدو. دابا نجي ثاني نخلي جوج واحد جوج ونضرب هنا ونخلي ونجي نضرب في هذه هاد الغرزه اللي هي هنا نعمر هنا عادي هيا ونجي نقز نضرب هنا بحال هكا نجي هنايا عادي هنا غنقز جوج اللي عندي هاد جوج ضربات نضرب في الاخرى شوف انا شنو درت صافي هذيك دابا نقص واحد جوج وغنضرب هنا بحال هكا نجي نضرب هنا في التوب نرجع نعمر كيف العادة ثلاثة ديال الضربات نعمر حتى هنا ثلاثة ونرجع هنا عادي نرجع ثاني نعمر هنا ثلاثة عادي نضرب هنا انا يتقاد علي الخيط ونخشيه ندير خيط جديد وغادا نكمل نعمر كيف ما درنا هنا غنمشي دابا جيت رجعت غنمشي يعني كنعمرو هكا وغنمشي ونرجع وفاش غادا نمشي غادا نجي نعمر صافي وغادا نوريكم كيفاش منين غادا تجمع باش تبين لكم الشكل ديالها ديال الداخل. دابا غندوف في الجميع ديالها كنجيو صافي يعني انفو انا حيت بديت هنا وهنا خصني نسالي هنا باش يبقى عندي نفس الضربات العدد من هنا ومن هنا باش تجيني الفيف مقاده. كملت من حد هنا وجيت تل هنا قطعت وضربت هاد الغرزه هادي ضربت ثلاثه ضربات نقصت جوج نقصت عاوتاني جوج اخرين لانني غنجمع دابا الكوزه يعني غندير هنايا ديال الثالثه نقصني نجمع باش نكمل غدا بجوج وحده هاني نقصت هادي هنا في الوسط غنضرب الضربات كلهم. دابا غنجي نقص جوج ونضرب هنا وغنقص هادي ونضرب هنا عادي كمل الضربات اللي عندي كلهم نضرب هنا في التوب نرجع في الضربات ديولي عادي كيف ما هكا هنا
كيف هذا انه لا تسال لكم الخيط في الوسط تخليه وتخدموا عليه. نحاول انا نمشي بهذا حتى للطرف ندير خيط جديد. جبني حتى هنا ندير خيط جديد. هكا نضرب هنا في هذه الغرزة هذه. نضرب هنا نحيد هذا لانني انا خدمت عليه. نضرب في الثوب نضرب هنا عادي. كيف العادة يعني نمشي ونرجع ثلاثة المرات والرابعة نجمع فيها وندير الأخرى رقم واحد. المهم أنا قلت لكم يمكن لكم ديروها يعني ب نقص غير وحدة ترجع بجوج يعني الغرزة عادية بحال هكا. انا غدا نكمل يعني نجمعها كيف ما وريتكم. دابا مني غدا جيت دابا غنمشي نطلع ومني غدا نرجع فاش نكمل غدا غندير رقم واحد يعني غدا نعمر باش ندير الكوزه رقم واحد غنكملهم ونرجع نوريكم الشكل ديالو. من بعد ما كملت الكوزه كيف ما كتشوفوا يعني بدينا بوحده جوج ثلاثه وعاود جمعت. واحد الملاحظه باش لبغيتو هاد الجوانب هادو ما يجيكمش حتى خدمت دابا ومن يبان لي هاد الفم يعني باش ما تجيكمش رانده عريضه بزاف وتجيكم على قد هاد الكوزه هادي اون فوا كنديرو الشبكه نقزو جوج ونضربو في وحده نقطعو الثوب ونطلعو تجينا هادي في الطلع نيشان باش ما يجوناش هاد الجوانب هادو. ثاني حاجه في الخدمه ملي تخدمو الكوزه هكا تكملوها بغيتو يعني وحده لاصقه في وحده ديريكتومون كيف ما كنخدموا في الكوزه العاديه كيمكن لكم تجيو هنا انا عوض هنا ما نقصش وما تنقزوا جوج وتنقزوا جوج وتنقزوا جوج كيف ما هنايا كيف ما الشكل هذا او لا تبعدوا بيناتهم يعني ترجعوا تخدموا هنايا وحده عاده فاش تفصلوا الكوزه الاخرى يعني تزيدوا ضربه وحده ديال وحده عاده فاش تجمعوا الكوزه الاخرى. ان شاء الله انا غنكملها من بعد لانني باغي ندير معكم فيها درس اخر بالتركي الشبيكه هنا بالتركي في الجناب. ان شاء الله غنخدم كوزه اخرى يعني غير حدا غنزيد كوزه اخرى ان شاء الله من بعد وغدا ندير معكم فيها درس ديال التركي ان شاء الله. درت ليها انايا هاد الزويقه هكا غير هاد الخطوطه هادو باش ما تجينيش خاويه. يمكن لكم تحطوا حجره هنايا يمكن لكم ديروا شريطه لكم الاختيار. انايا فضلت انني ندير هاد الخطيطات هادو فقط بحال هكا سامبل. هذا هو فيديو اليوم نتمنى من الله يعجبكم. وبالنسبه للناس الاول مره كيشوفوا القناه ما تبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد وشكرا للمتابعه.